بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أحبابي وأبنائي الطلاب في الصف السادس المرحلة المتوسطة، لازلنا في التربية الإسلامية، واليوم بفضل الله عز وجل وصلنا إلى الدرس الأخير في الوحدة الثامنة، الدرس الأخير في الوحدة الرابعة، هذا الدرس الثامن في الوحدة الرابعة، هذا يعتبر الدرس الأخير الفصل الدراسي الثاني 2022. قد وصلنا إلى نهاية كتاب الإسلامية، وعنوان الدرس التفكير الإيجابي في حياة المسلم، التفكير الإيجابي في حياة المسلم. هذه الصورة الذي يريد أن يصورها، الوصايا العشر للتفكير الإيجابي، الوصايا العشر للتفكير الإيجابي، هذه اقرأها، هذه من باب الفائدة، تستفيد منها أنت لنفسك، الرغبة المشتعلة، السكون والتأمل اليومي، التنمية الذاتية، الوقت الإيجابي، تحديد الأهداف، الإدراك الواعي، تحمل المسؤولية كاملة، القرار القاطع. فهذه ستجعلك تفكر تفكيرا إيجابيا وسليما. شوفوا يا شباب، التمهيد، تمهيد للدرس. كان هناك رجل غني، تخيلوا هذا الرجل الغني عنده حلال كثير، يمتلك أموالا كثيرة يدخرها في منزله، وبينما هو عائد هو وأسرته من رحلة ترفيهية، وجد النار قد شبت في بيته والتهمت أمواله كلها، التهمت أمواله كلها. فماذا صنع هذا الرجل المؤمن الصالح الراضي؟ حمد الله واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فحمد الله واسترجع. ولما أتى الناس يواسونه قال لهم أنا لا أفكر الآن في الماضي، خلاص ما مضى مضى، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ولكن أفكر ماذا أفعل غدا إن شاء الله. تخيل لو أنت صاحب هذا الدار ومكان صاحب هذه الدار، كيف تتصرف؟ طيب يا شباب، الآن نتعرف على معنى التفكير الإيجابي. شنو معنى التفكير الإيجابي؟ شنو معنى؟ كما أنك تختار أحسن الطعام والشراب لبناء جسمك، فكذلك عليك أن تختار أفضل الأفكار لبناء عقلك. والتفكير الإيجابي هو جهد عقلي نأمل منه نتائج جيدة ومرضية، ومرضية ترضى بها. أمثلة للتفكير الإيجابي، أمثلة التفكير الإيجابي يا شباب: واحد، التفكير في حل المشكلات، هذا من التفكير الإيجابي. اثنين، التفكير في تحقيق المستقبل. ثلاثة، التفكير في مساعدة الآخرين. والإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ماذا يقول كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فنحن نظن بالله الظن الحسن، نظن بالله أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يرزقنا من مخازنه، وأن يرزقنا من فضله، وأن يدخلنا الجنة. وهذا أعظم 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 شيء، أن يرزقنا الله عز وجل الجنة. ومن الأمثلة، أمثلة التفكير الإيجابي، التفكير في حل المشكلات، هذه واحدة، التفكير في تحقيق المستقبل، التفكير في مساعدة الآخرين، هذه كلها من الأمثلة، أمثلة التفكير الإيجابي. اكتب ثلاث مترادفات لمفهوم التفكير الإيجابي، اكتب ثلاثة مترادفات لمفهوم التفكير الإيجابي. أولا، التفاؤل. اثنين، الطريق للنجاح. ثلاثة، التخلص من الأفكار السلبية. التخلص من الأفكار السلبية، هذه كلها ثلاثة مفاهيم مترادفة لمفهوم التفكير الإيجابي. التفاؤل، التفاؤل واحد
يكون متفائل، عنده فأل حسن ما يتشائم ولا يتطير. اثنين، الطريق للنجاح. ثلاثة، التخلص من الأفكار السلبية. الحقيقة الأولى يا شباب هي التفكير الإيجابي، هو جهد عقلي نأمل منه نتائج جيدة ومرضية. أوضح إلى أن الإسلام يدعو إلى التفكير الإيجابي. دعا القرآن في كثير من آياته إلى التفكير الإيجابي، مثل الدعوة إلى التفكر في الكون، وحث الله عباده على النظر في الكون لأنه يهدي إلى الإيمان بالله، والمؤمن بالله يحسن الظن بالله عز وجل. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. طيب يا شباب، من التفكير الإيجابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من التفكير الإيجابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، عندما كان عمره صلى الله عليه وسلم 35 سنة، قام بحل مشكلة الحجر الأسود. فبعد أن تمت إعادة بناء الكعبة، أراد كل رئيس قبيلة من القبائل العربية أن يتشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه، فوقع بينهم التنازع والخصام. فكيف تم حل هذه المشكلة؟ الرسول ماذا صنع؟ لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع فيه الحجر الأسود، وأمر كل رئيس قبيلة أن يمسك بطرف الرداء. عندنا 4 أطراف للرداء، تخيل، مثل الشماغ، مثل الغترة، الشماغ مثلا يا شباب. الرداء كان له 4 جهات، فالرسول أمر كل رئيس قبيلة أن يمسك بطرف الرداء ويرفعه جميعا، ثم قام بوضعه مكانه، وبذلك أرضى جميع القبائل بتفكيره الإيجابي صلى الله عليه وسلم. وبعد النبوة، عندما أراد الهجرة، خطط بفكره الإيجابي تخطيطا سليما ساعده على الوصول إلى المدينة المنورة بسلام. على سبيل المثال، سلك طريقا لا يسلكه الناس حتى لا يستطيع الكفار أن يلاحقوه. إذا من الحقيقة الثانية، دعا القرآن في كثير من آياته إلى التفكير الإيجابي، مثل الدعوة والمشاورة في الأمور والتفكر في الكون. نذكر الآن أسماء بعض الصحابة الذين كان لهم تفكير إيجابي. السيدة خديجة، عندما تحدث الناس أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء شيطان وليس ملكا، أرادت أن تتأكد بفكرها الإيجابي إن كان ملكا أو شيطانا. فماذا صنعت؟ نزعت خمارها عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما نزل الملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف، فعرفت أنه ملك وليس شيطان، لأن الملك يستحي والشيطان لا يستحي. وهناك كذلك من الصحابة الحباب بن المنذر، احفظوا هذا الاسم، الحباب بن المنذر رضي الله عنه، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أن ينزل ومعه المسلمون عند أقرب ماء من العدو، حتى يصنع المسلمون حياضا يجمعون فيها الماء لأنفسهم، ويبقى العدو من غير ماء. فاقتنع الرسول صلى الله عليه وسلم بفكرته الإيجابية، ونزل عند ماء بدر صلى الله عليه وسلم. نشاط 4 كذلك، إذا ذكرنا من هو الصحابي الذي أشار في غزوة الأحزاب بفكرة إيجابية كانت سبب في نصرهم، الصحابي هو سلمان الفارسي. وما هو العمل الإيجابي؟ أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة. إذا من هو الصحابي؟ سلمان الفارسي. العمل الإيجابي هو أشار على النبي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة. أوضح أن التفكير الإيجابي أساس المخترعات العلمية الحديثة. تأمل عزيزي المتعلم في الهاتف التي تتحدث فيه، تخيل التلفون الذي أنت تمسك التلفون. هذا الاختراع العظيم كان أصله فكرة إيجابية في رأس مخترعه، ثم بدأت تنمو هذه الفكرة حتى وصلت إلى ما نحن فيه الآن. ومثل السيارات والطائرات وغيرها، كانت في الأساس فكرة إيجابية ظهرت، ثم تطورت حتى أصبحت واقعا مشهودا، ثم حققت لك هذه الراحة والسعادة التي تعيشها الآن. كل الأشياء المصنوعة يا شباب بدايتها فكرة. قاعد يفكر أي شخص، يفكر تفكيرا إيجابيا، ثم بعد ذلك بدأ يصنع هذه
المصنوعات. شوفوا الآن أمامكم السيارات، الطائرات، التلفونات وغيرها. هذه كانت أصلها فكرة، ثم بدأ الإنسان يفكر يفكر كيف يصنع حتى تم اختراع هذه الأشياء. نشاط 5، من خلال شبكة التواصل الاجتماعي حاول أن تعرف ما يأتي. مخترع الهاتف، من الذي اخترع التلفون يا شباب؟ ومخترع الطائرة، أنت من خلال البحث في جوجل تعرف من هو مخترع الهاتف ومخترع الطائرة. أعدد الأسباب التي تنمي التفكير الإيجابي. طيب يا شباب، أنت تريد أن تفكر تفكيرا إيجابيا. لو سألنا صالح أو قاسم أو محمد أو خالد أو سلطان، لو قلنا له عدد الأسباب التي تنمي التفكير الإيجابي، عندنا 5 أشياء تجعلك تفكر تفكيرا إيجابيا. 1، توثيق الصلة بالله عز وجل كأداء الصلاة والدعاء. 2، قراءة قصص الناجحين ومصاحبة المتفوقين. 3، الحرص على الأفكار الإيجابية وترديد عبارات التفاؤل. ما هي عبارات التفاؤل يا شباب؟ أنا أقدر، أنا متفائل، أنا أستطيع، أنا ذكي، أنا قوي، وهكذا. 4، الابتعاد عن الأفكار السلبية التي تصرفنا عن العمل النافع. نبتعد عن الأفكار السلبية. أخيرا، تجنب عبارات التشاؤم. واحد يقول أنا فاشل، أنا لا أستطيع، غيري أفضل مني. لا، ابتعد عن هذه الأشياء. لا تقول هذه الأشياء، ابتعد عن الأفكار والعبارات التي فيها تشاؤم. هذه الوصايا التي ذكرناها في أول الدرس، الوصايا العشر التي ذكرناها في أول الدرس. الحقيقة الثالثة من الأسباب التي تنمي التفكير الإيجابي، الصلاة والدعاء. الصلاة والدعاء. وصلنا إلى نهاية الدرس يا شباب. القيمة التي نستفيدها من الدرس، حل المشكلات، العمل الصالح، والمظاهر السلوكية يا شباب. أفكر في حل بعض المظاهر السلبية في المجتمع وأقوم بالعمل الصالح. التقويم، التي هي الأسئلة، هذه واجب عليكم. الأسئلة واجب عليكم، هذه الأسئلة يا شباب واجب عليكم أن تكتبها. يلا كل واحد طلع الكتاب، طلع الكتاب ووقف عند هذه الأسئلة، وقف الفيديو وحاول تنقل هذه الأسئلة والإجابات. انقل هذه الإجابات: إشارة الحباب المنذر على الرسول بالنزول عند ماء بدر. هذه الإجابة التي باللون الأزرق، السؤال باللون الأحمر والإجابة باللون الأزرق. هذه يا شباب، هذه الأشياء، هذا السؤال ذي وراه. حل هذه الأسئلة يا شباب، بارك الله فيك. هي مقرر عليكم الأسئلة. هذا آخر سؤال، اكتب أسباب تنمية التفكير الإيجابي. تم بحمد الله تعالى مدرسة التمييز النموذجية قسم التربية الإسلامية. يحييكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. وبهذا الدرس انتهينا من كتاب الإسلامية. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.